ولم يبقى إلا سؤال رب العالمين أن يحفظنا من أن نؤذي أحد أو يؤذينا أحد. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم احفظنا من كل خلقٍ دنيء، ووسع صدورنا لاحتمال من يسيء، وارزقنا القوة التي نحمي بها أنفسنا من اعتداء أهل الطغيان، ومن علينا بحكمةٍ نعلم بها متى نرد الإساءة بالإحسان، وارزقنا أخلاقاً كريمة نغدق بها على كل من تودد إلينا، ونفساً سمحة نشفق بها على كل حبيب تجرأ علينا. واسقنا يا مولانا من كأس محبتك حتى لا نستغني طرفة عين عن لذة جنتك. والحمد لله رب العالمين.